أنا ميديا حنان، خريجة معهد رسم. بلشت مشروع بداية الشهر الخامس بعد الزلزال. صار إنه نفسية الواحد كتير تعبانة، هيك وقفت الشغل. صرت أشوف العالم كيف عم تبلش ترسم على الحيطان، على بنايات مهدمة. ما قدرت. بعدين بعد شهرين إجتني فكرة إنه أعمل مجسم، وعملته. عملت أجزاء بسيطة، وبعدين جزء تكون عندي هذا الشكل لحالة موجودة على أرض الواقع. بدي ندرس كيف وقع البنايات، وكيف الناس ظلت تحت الأنقاض، كيف في ناس ملامحها وأطراف جسمها بلشت تبين من المجسم، وبينتهم. وكيف سيارة الإسعاف الدفاع المدني إجوا بعد إنه نفس اليوم، في منهم بعد فترة إجوا وصاروا يساعدوا الناس ويطلعوهم من تحت الأنقاض. بعد الزلزال يعني بلش الصبح يطلع ونسمع انه فلان مات فلان مات. فكان يوم طويل وهيك يوم قاسي جدا. عملت القبورة وسجلت اسماء ناس ماتوا حقي، انه ماتوا بالزلزال، ناس بنعرفهم، ناس جيراننا، ناس معارف. بعدين رحت على المخيم انه كيف بعد اسبوع نحن تحت المطر وتحت البرد وما حدا قادر يفوت على بيته وهو قاعد مقابل بيته. جسدت الخيام، عملت الخيام كيف نحن انتقلنا على الخيام، وكيف شعبنا اللي ضل بلا بيت لهلا هو موجود بالخيام.